هناك بعض الأسماء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسمع عن هؤلاء، منهم قس ابن ساعدة الأيادي، زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، أمية بن أبي الصلت، عبد الله بن جدعان التيمي. هؤلاء ما حالهم؟ اسمعوا، نأخذ هؤلاء واحدا تلو الآخر، نأتي إلى زيد بن عمرو بن نفيل، ما حال هذا الرجل؟ هذا الرجل كان ينكر كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان ينكر على كفار قريش أن يذبحوا لأصنامهم وأن يذبحوا هذه البهائم على غير اسم الله، ويقول لهم وقد وقف عليهم ذات يوم قال إني لا آكل ذبائحكم، الله عز وجل خلقها وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها العشب من الأرض، أفتذكرون غير اسم الله عز وجل عليها؟ فكان يعتزلهم، فخرج كما جاء عند البخاري، خرج إلى الشام يبحث عن الدين، يعلم أن هناك إلها لا يستحق العبودية إلا هو. خرج فأتى إلى عالم في الشام يهودي فقال إني أريد أن أتبع دينك، قال لا تتبع ديني حتى تأخذ نصيبك من غضب الله، قال ما فررت إلا من غضب الله ولا أريد غضب الله، قال فماذا تنصحني؟ قال أن تكون حنيفيا، قال وما الحنيف؟ قال ملة إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وإنما يعبد الله وحده. فخرج زيد بن عمرو بن نفيل وأتى إلى عالم نصراني وقال أريد أن أتبع دينك، قال لا تتبع ديني حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله، قال ما فررت إلا من لعنة الله ولا أريد لعنة الله، قال فما تنصحني؟ قال أن تكون حنيفا. قال ما الحنيف؟ قال هي ملة إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وإنما كان يعبد الله عز وجل. فماذا صنع زيد بن عمار؟ قام فبرز في مكان فضاء فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وجاء عند البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت رأيت زيد بن عمرو مسندا ظهره إلى الكعبة وهو قائم ينادي فيقول يا معاشر قريش والله ما منكم أحد على دين إبراهيم إلا أنا، وكان يحيي المؤودة، فكان إذا أراد الرجل أن يقتل ابنته قال أنا أكفيك مؤونتها فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت أخذتها وإن شئت أبقيتها عندي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدركه، لكن قبل أن يوحى إليه، وأدركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينكر أصنامهم، لكنه مات قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما حال هذا الرجل؟ حال هذا الرجل يقول ابن كثير رحمه الله جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيت لزيد بن عمرو ابن نفيل دوحتين في الجنة. قال ابن كثير رحمه الله إسناده جيد وليس في شيء من الكتب. وجاء حديث لعله يوضح هذا أكثر عن عائشة رضي الله عنها عند ابن عساكر وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو درجتين فيها. وجاء حديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيد بن عمرو ابن نفيل قال إنه يبعث يوم القيامة وحده. قال ابن كثير رحمه الله إسناده حسن جيد.